الله أكبر. رائحة الموت لم تعد غريبة على أهالي مخيم اليرموك، ومشهد أموات الجوع اعتاده الأهالي هناك. نحو 20,000 إنسان يعانون الجوع والحصار والبرد القارس في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق. هذا المخيم الذي أنشئ في خمسينيات القرن الماضي تحول خلال العقود القليلة الماضية إلى منطقة تجارية وسكنية يقيم فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين، وبعد اندلاع الثورة السورية تحول المخيم إلى منطقة نزاع عسكري. مخيم اليرموك الواقع على مسافة 8 كيلومترات من وسط العاصمة دمشق وتحديدا الجهة الجنوبية، تحاصره قوات النظام مع عدة مناطق أخرى في ريف دمشق يسيطر عليها الجيش الحر. من جهته ينكر الجيش الحر تواجد مقاتليه في المخيم، ويتهم قوات النظام بمحاصرة المخيم والتسبب بكارثة إنسانية. مقاتلو حزب الله يشاركون في حصار المخيم كذلك، وتحديدا من الجانب الجنوبي من جهة منطقتي يلدا والسيدة زينب. طلعونا بدناقل ونشرب برات المخيم. أرقام وكالة الأمم المتحدة الأونروا تتحدث عن نفسها، أكثر من 18,000 شخص ما زالوا يقيمون في المخيم، ومع مرور 7 أشهر على الحصار باتت المواد الغذائية والطبية عملة نادرة في اليرموك، وبحسب ناشطين فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز وصل في حال تواجده إلى نحو 100 دولار أمريكي. في عالم ما معه مصاري تشتري. عبد الرحمن العصيمي، العربية.